بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثامن من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وإملائه على أحاديث الأحكام من عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء 13 من شهر جماد الأولى سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس الليلة بعون الله تعالى شرح المصنف رحمه الله تعالى وما أورده من الفوائد والنكت على الحديث السابع من أحاديث كتاب الطهارة، حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، فهو مما اتفق عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث كما يقول الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله أصل عظيم في صفة الوضوء. ومنها هنا فإن الحديث هذا فقها، يعني من حيث الفقه وكلام الفقهاء واستنباط الأحكام، أصل عظيم عليه يدور كثير من أحكام الوضوء وصفته ومسائله التي يتداولها الفقهاء. وإنما نمشي في شرح الحديث في حد ما قرر الشارح رحمه الله من ذكر بعض الفوائد الأصولية والفقهية، وإلا فالحديث من حيث الاشتمال على أحكام الوضوء ومسائله فهو أصل عظيم، وإليه يرجع الفقهاء في تقرير ما يتعلق بأحكام الوضوء في الجملة مع بقية الأحاديث الواردة في الباب. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص، هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة. هذان سطران في ترجمة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى أحد كبار الصحابة وأئمة الإسلام وخلفاء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن تولى أمر الأمة في تلك الحقبة المباركة في صدر الأمة الأول من الإسلام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. قال المصنف: أسلم قديماً
وإسلام عثمان رضي الله عنه في أول الإسلام، قيل إنه على يدي أبي بكر رضي الله عنه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وذلك يعني أنه في الفترة المبكرة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مناقبه جمة ومآثره عظيمة، حسبكم أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد خلفاء المسلمين والعشرة المبشرين. ليس في الإسلام منقبة غابت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتخلفه عن بدر وهي من أجل مناقب الصحابة الكبار الأوائل لم يكن إلا لعذر، وله رضي الله تعالى عنه في تخلفه عن غزوة بدر لمرض رقية زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم. وبيعة الرضوان وهي أيضا من المناقب الجمة الكبيرة للصحب رضي الله عنهم، غاب عنها عثمان رضي الله عنه حسا وحضرها معنا في أجل حضور وأبهاه، ما شهد البيعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى مكة وهم بالحديبية، فلما حضرت البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده وقال هذه لعثمان. فانظر حتى المنقبتين الجليلتين الكبيرتين غزوة بدر وبيعة الرضوان كان لعثمان رضي الله عنهما، كان لعثمان رضي الله عنه حضور عظيم وإدراك لهذا الفضل ما غاب عنه. يقال ذلك لإثبات جلالة قدره رضي الله عنه، وإلا فمثله لا يعرف به في مقام كهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسلم قديما وهاجر الهجرتين. المراد بالهجرتين في الجملة حيث أطلقت في سيرة الصحب الأوائل رضي الله عنهم هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وبعض أهل السير والتواريخ يقصد بالهجرتين الدفعتين اللتين هاجرتا إلى الحبشة قبل هجرة المدينة، ويذكرون في ذلك بعض المآثر أنه هاجر الحبشة أولا ثم عاد في من عاد لما ظنوا أن قريش قد تهاونت وأرخت الحبل، ولم يكن بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام استمرار نزاع، فلما تبين لهم خلاف ذلك عاد بعضهم. قيل إن المقصود بالهجرتين في ذكر تراجم بعضهم الهجرتان إلى الحبشة، لكن الراجح حيث أطلقت المراد بها الهجرتان مكة والحبشة، عفوا هجرة الحبشة وهجرة المدينة، فإنه عاد في من عاد ثم أدرك هجرة المدينة فهاجر رضي الله عنه. يكنى عثمان رضي الله عنه في الجاهلية بأبي عمرو، فلما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده عبد الله أصبح يكنى به بأبي عبد الله، ويقال أيضا يكنى بأبي ليلى، فترد له هذه في ترجمته أيضا. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رقية وأم كلثوم، وتزوجها بعدما ماتت رقية، ولذلك تخلف في غزوة بدر في مرضها رضي الله عنها كما تقدم. يقول العلماء: لا يعرف أحد من لدن آدم عليه السلام تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه، وهذه أيضا منقبة وجلالة قدر في سيرته رضي الله عنه. ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أطول الصحابة الخلفاء الراشدين بقاء في الخلافة، قضى في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه 12 سنة إلا أياما معدودة، وهو أطول الصحابة بقاء في الخلافة الراشدة رضي الله عنه. قتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة، قتل شهيدا صابرا محتسبا صائما موعودا بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه جليلة جمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي منه أكثر من غيره، وأخبر أن الملائكة تستحي منه، وأخبر أنه أشد الأمة حياء رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه الجمة جمعه للقرآن الذي أجمع عليه الصحابة، اشترى 5 سوار في المسجد فجعلها في توسعته، وهو الذي جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة 950
بعيرا وخمسين فرسا، وقيل بل بألف بعير ومئتي فرس، فهو تجهيز لا يقوم به إلا من يسر الله عز وجل له الخير، ولذلك يسمى بذي النورين لتزوجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. توفي أو قتل رضي الله عنه ليلة السبت ودفن بالبقيع، وله من العمر 82 سنة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومولاه حمران بن أبان بن خالد، ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين التمر، ثم تحول إلى البصرة، احتج به الجماعة وكان كبيرا. عين التمر قرية قرب الكوفة، ولما يقال كان من سبي عين التمر يعني من السبي الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم زمن الفتوحات التي كانت في خلافة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، ولما اتسعت الفتوحات وخرجت من جزيرة العرب إلى بلاد الشام والعراق وما وراء ذلك، يحصل جهاد وغزو وفتح وغنيمة، ويكون في المغنم سبي، فكان حمران هذا ابن أبان ابن خالد من السبي الذي وقع سباه خالد بن الوليد. ولما جاء بالسبي أعطى عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه من ذلك السبي حمران فأعتقه فكان من مواليه. صحيح الحديث عند أهل المدينة قال: بل يذكر في ترجمته أنه أول من دخل المدينة من سبي المشرقي، يعني مما جيء به من السبي من فتوحات شرق الجزيرة. مات 75، وبعد ذلك انتقل إلى البصرة. قال: احتج به الجماعة، يعني في الرواية، ولهذا فحديثه في الصحيحين وغيرهما من أصحاب السنن، كان كبيرا يعني كبير القدر جليلا رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: الوضوء بفتح الواو اسم للماء، واسم للماء الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر. على الأكثر على الراجح الذي عليه عامة أهل العلم لغويين وفقهاء، فإذا قلت هذا وضوء يعني الماء المستعمل للوضوء، وإذا قلت هذا وضوء يعني فعل الوضوء التوضؤ بذلك الماء، ففرق بين الوضوء والوضوء وبين الطهور والطهور بالتفريق ذاته، فيقال هنا كما يقال هناك. على الأكثر لأن من العلماء من سوى بين الكلمتين، فسواء قلت وضوء أو وضوء أطلقته على الماء أو على الفعل سيان، ولذلك جاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء ما هو؟ فعل الطهارة، شطر الإيمان. ولا تقول الطهور يعني الماء الذي يتطهر به هو شطر الإيمان، فإنه لا يوصف بذلك. قال رحمه الله: اسم للماء بفتح الواو وبضمها اسم للفعل على الأكثر. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. ومنه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. يقول النووي رحمه الله: وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. في ماذا؟ في الماء، في استعماله بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما. قال: وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه ويحسنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه، فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ إذا قلت إن الوضوء بفتح الواو اسم للماء، أو الطهور بفتح الطاء اسم للماء، فهل هو مطلق الماء؟ يقال للماء وضوء وطهور، أو هو
للماء بقيد ارتباطه بالوضوء والطهارة. كيف بقيد ارتباطه؟ بثلاثة أوجه: إما أن يكون معدا للوضوء والطهارة، جعل في إبريق أو في إناء وفي مكان مخصص للوضوء كما يحصل عند المساجد، وإذا حضرت الصلاة جمع الماء وأقبل الناس فيقال للماء المعد في إناء أو برميل أو إبريق، يقال له وضوء أو طهور بمعنى الماء المعد للاستعمال. قال: أو يقال للماء بقيد كونه متوضأ به. كيف يعني متوضأ به؟ مستعملا. ما معنى الماء المستعمل؟ هل هو المنفصل عن أعضاء الوضوء أو هو المتبقي من الماء بعد التوضؤ به؟ متى تقول هذا ماء مستعمل في الوضوء؟ هل هو الذي مر على اليد فانفصل عنها، أو على الوجه وعلى الرجل فالذي مر بالأعضاء وانفصل عنها يقال ماء مستعمل، أو هو المتبقي بعد استعماله في الوضوء؟ طيب، أبقي عندك هذه الاحتمالات، سيناقشها المصنف الآن رحمه الله. قال: وإذا كان بفتح الواو اسما للماء وضوء ومثله طهور بفتح الطاء، هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ بقيد كونه متوضأ به هذا الماء المستعمل، وله معنيان: الماء المستعمل المنفصل عن أعضاء الوضوء بعد التوضؤ به، أو المتبقي في الإناء بعد استعماله في الوضوء الطهور. نعم. وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه، فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف. يحتاج إلى كشف، وليس في كلام أهل اللغة وكتبهم ما يتعرض لهذا أو يتناوله. وينبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء. في حديث جابر رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده من مرض فوجده قد أغمي عليه، قال: فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه. لما؟ استشفاء لبركة وضوئه عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين وعند مالك وأبي داود والترمذي، هذا حديث جابر. الآن لو قلت فصب علي من وضوئه، إذا كان الوضوء اسم للماء المستعمل في الوضوء بمعنى المنفصل عن الأعضاء، سيكون دليلا على طهارته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صبه على جابر. وإذا قلت الوضوء الماء مطلقا فلا يكون فيه دليل، فهنا فائدة، لكنها فائدة ليست ذات أثر. ركز معي، إذا قلت الماء الوضوء مطلق الماء، إذن فقوله فصب علي من وضوئه يعني من الماء مطلقا وليس الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام، فعندئذ لا يكون دليل، لأنه ماء كسائر المياه، الأصل فيه الطهارة. وإذا قلنا وضوء بمعنى المستعمل في الوضوء سيكون دليلا على طهارة الماء، ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ أخذ هذا الماء الذي استعمله في وضوئه فصب على جابر رضي الله تعالى عنه من ذلك الماء المستعمل في الوضوء. قال: فعندئذ يكون إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير في معنى فصب علي من مائه،
ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء. وإذا قلت الوضوء الماء المستعمل في الوضوء سيكون دليلا على طهارة الماء. طيب ما الفائدة من هذا؟ الرد على مذهب الحنفية في القول بأن الماء المستعمل في الطهارة يكون نجسا، يسلب الطهورية والطهارة فيكون نجسا، فيؤتى بهذا الحديث ردا عليهم في أن الماء المستعمل لا يكون نجسا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوئه. هذا الدليل لا يستقيم ردا على الحنفية. لما؟ نعم، لخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينصون على أن من فصل عن أعضائه عليه الصلاة والسلام طاهر، بل هو بركة، فريقه وعرقه صلى الله عليه وسلم والماء المنفصل عن أعضائه الشريفة لا يكون نجسا، فهو أصلا يقر بطهارة ذلك، فلا يستقيم دليلا. هو يقول غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعمل ماء فكان مستعملا في الوضوء فإنه يصبح نجسا. نعم. وينبني عليه قاعدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل. طيب في حديث جابر فصب علي من وضوئه، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ ما المراد بالوضوء، الماء المطلق أو الماء الذي استعمله عليه الصلاة والسلام في الوضوء؟ من أين صرتم إلى هذا المعنى؟ نعم، هو ما أراد إلا شيء يخص به جابرا رضي الله عنه، والسياق يدل على ذلك، فإن الماء المتوضأ به هو الذي وقع له شرف ملامسة أعضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبه يحصل ما أراده لجابر رضي الله عنه من الاستشفاء. نعم. قال فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه. هذا احتمال، جاز أن يكون المراد فضلة الماء وليس الماء المستعمل، أن يكون المراد فضلة الماء. إيش يعني فضلة الماء؟ المتبقي في الإناء بعد التوضؤ، فإنه كان يغرف أو يسكب عليه من الماء الذي في الإناء، فما يتبقى في الإناء يسمى وضوءا، بمعنى الماء المتبقي بعد وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يلزم أن يكون المراد الماء المستعمل في أعضائه، فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء. طيب في حديث جابر هذا رضي الله عنه، أي المعنيين هو الأقرب احتمالا؟ أن يكون الماء الذي صبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على جابر رضي الله عنه لما عاده في مرضه المنفصل عن أعضائه، أو المتبقي في الإناء بعد الاستعمال؟ المنفصل، يعني هذا المتبادر. لكنه كما يقول الصنعاني لا يخفى أن الماء الذي يستعمله المتوضئ الأغلب أنه لا بقاء له حتى يصب على المريض، إلا أن تفترض شيئا. ما هو؟ أنه يتوضأ في إناء عليه الصلاة والسلام أو في طست تحته حتى ينزل الماء الذي ينفصل عن أعضائه في ذلك الإناء. يقول الصنعاني رحمه الله الأغلب أنه لا بقاء له حتى يصب على المريض. قال إذ المعتاد التوضؤ إلى الأرض فيذهب من فصل عن الأعضاء، سيما مثل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان خفيفا لا يكاد يبل الأرض. لما يتوضأ بمثل المد، ما الذي يمكن أن يبقى من الماء المنفصل عن أعضائه؟ قال لا يقال قد كانوا يحرصون على وضوئه للتبرك به فكان يتوضأ إلى إناء،
قال لأننا نقول لم يأتي حرف واحد أنه كان يعد إناء لما يتساقط من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يتم استدلال البخاري بمثل هذا على طهارة الماء المستعمل، وفيه الاحتمالان، وكون المراد به الماء الفاضل عن وضوئه أظهر كما عرفت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيداً بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الأعضاء أو إعداده لذلك، فهنا يمكن أن يقال فيه دليل، ولأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى. حمله على المعنى الثاني الماء المستعمل أولى من حوله على الماء المعد للاستعمال. نعم. وحمله على الثاني أولى لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة. يعني الماء لما قلت عنه وضوء فقيدته بما يرتبط بالوضوء، فالأقرب إلى الوضوء ما كان معدا أو ما كان مستعملا، خلاص هذا الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة، لأن الاسم جاء من الفعل الوضوء، فسمينا الماء وضوء، ارتبط اسم الماء بفعل الوضوء، فالأقرب إذا كان عندنا احتمالان في كلمة وضوء بفتح الواو أن نقول الماء المعد للوضوء أو الماء المستعمل في الوضوء، فالأقرب إلى الحقيقة ما كان مستعملا في الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستعماله بمعنى المعد مجاز بمعنى المعد للوضوء. نعم. والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى. الثاني قوله فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. يقول في الحديث قال فأفرغ على يديه، يعني قبل أن يدخل يده في الإناء ليغترف منه للوضوء أفرغ على يديه من الإناء. سيأتي بعد قليل ما صفة هذا الإفراغ وكيف أخذ من الماء، لكن فيه استحباب أن يبدأ بغسل يديه قبل استعمال الماء في الوضوء، قبل إدخال اليدين في الإناء مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ أيوة، سواء كان مستيقظا من نوم أو غير مستيقظ، فيكون الحكم على الاستحباب مطلقا. ما وجه الاستحباب؟ أي نص؟ لا، هذا الحديث يقول فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا. الحديث يا شيخ فعل عثمان. أيوة، الآن من المتوضئ في الحديث؟ عثمان. حمران ابن أبان يحكي صفة وضوء عثمان رضي الله عنه، وعثمان توضأ بالصفة التي سمعت في الرواية، لكنه لما انتهى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي، فما رأيته من صفة هو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنك تقول في الرواية كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ، أو تقول توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فأفرغ على يديه من الإناء قبل أن يدخل، وتكمل الحديث. ولذلك قالوا بالاستحباب، قوله مطلقا يعني سواء كان من قيام نوم أو لم يكن. قال رحمه الله والحديث الذي مضى يفيد الاستحباب عند القيام من النوم فقط. أي حديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فليغسل. قلنا ذاك الأمر الذي حمله الحنابلة على الوجوب والجمهور على الاستحباب، متى هو؟ عند القيام. لما؟ لأنه قيده إذا استيقظ أحدكم. هناك قال المصنف بهذا القيد إذا استيقظ، فرق فقهاء الشافعية بين القائم من النوم وبين غيره،
فقالوا القائم من النوم يستحب له أن يغسل يديه ويكره له أن يدخلها في الإناء قبل غسلها، وغيره يستحب له من غير كراهة. فرقوا بين استحباب الفعل وكراهة الترك في الصورتين. لما؟ قالوا لأن النص جاء في المستيقظ من النوم. الآن هذا الحديث يعطي دلالة أخرى أن الاستحباب في غسل اليدين مطلق، سواء جاء لقائم من النوم أو لغيره. قال رحمه الله والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام يعني من النوم الكراهة. كراهة إيش؟ كراهة إدخال اليدين، كراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. ليش قالوا بالكراهة؟ الحديث قال فليغسل، الصيغة أمر، والأمر يدل على الاستحباب أو الوجوب، فمن أين جيء بالكراهة؟ لما تقول فليغسل يديه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، تقدم هناك في شرح ذلك الحديث أنهم إنما قالوا بالكراهة لأن النهي الذي ورد في بعض ألفاظ الحديث، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، قالوا فأصبح الفعل مستحبا والترك مكروها، لأنه قال فلا يضع يده، فهذا النهي حملوه على الكراهة وحملوا الأمر على الاستحباب. ومضى هناك في فوائد ذلك الحديث هذا التفريق. أراد المصنف رحمه الله هنا أن يقول لك ذلك الحديث الذي دل على استحباب غسل اليدين بقيد القيام من النوم، ها هنا فائدة جديدة في هذا الحديث، وهو أن الاستحباب مطلق يأتي سواء قام من النوم أو لم يقم، فتكون المسألة في استحباب غسل اليدين مطلقة لمن قام من النوم أو لمن يقم. فإن قيل أين الدليل، فها هو ذا حديث وضوء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قوله على يديه يؤخذ منه الإفراغ عليهما معا، وقد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. فأفرغ على يديه، لو أردت أن تتصور هذا الفعل الذي حكي بهذا اللفظ، فإما أن تقول أنه أفرغ على اليدين معا، أو تقول أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فلما جعل الماء فيها غسلهما. قال هذا الإفراغ يؤخذ أن الإفراغ يأتي على اليدين معا، لأنه قال فأفرغ على يديه، لكنه جاء هذا مبينا في رواية أخرى فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، والرواية في سنن أبي داود من حديث عبد خير في صفة تعليم علي رضي الله عنه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا يقابل حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خرج علي رضي الله عنه إلى الرحبة في الكوفة فدعا بالماء فتوضأ به أمام الملأ. جاء هناك في الحديث قال فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه. هذه رواية حديث علي، فقد يقول قائل لكن حديث علي مغاير لحديث عثمان، فحديثان مختلفان. فيجاب بأنه أيضا جاء من حديث رواية عثمان رضي الله عنه فيما أخرج أبو داود، قال فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. ولعل المصنف رحمه الله يقصد هذه الرواية، رواية حديث عثمان عند أبي داود، لا حديث علي الذي أخرجه غير واحد. والسبب أن حديث عثمان رضي الله عنه هو موضع الشاهد، يريد أن يبين فيه شيئا مبهما بينته بعض الطرق الأخرى للحديث ذاته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. كيف تغسل اليدان مفترقتان؟ أن تأخذ الماء فتفرغ باليمين على اليسار فتغسلها، وتفرغ باليسار على اليمين فتغسلهما متفرقتين، أو
تجعل الماء على إحدى اليدين ثم تغسلهما مجموعتين. قال الحديث قدر مشترك، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما، لأنك فهمت أن الإفراغ يكون عليهما معا أو بإحداهما على الأخرى. قال قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء في نقاش ذلك تفصيلا اختلفوا أيهما أفضل، غسل اليدين معا أو غسلهما مفترقتين. فمن قال غسلهما معا أفضل بناء على أن غسلهما معا أفضل في إذهاب ما مست اليدان من القذر أو النجاسة لما يحصل فيها من الفرك وقوة الدلك وغسل كل واحدة منهما للأخرى. بينما لو قلت إنهما تغسلان مفترقتين فإن فيها غسل كل واحدة على حدة، فمن قال هذا أفضل قال فيه زيادة عمل، تغسل اليد الأولى فإذا انتهيت وأفردتها شرعت في الثانية، ولذلك قال والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم، من رواية مالك وغيره. إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، وفي رواية مالك لم يقل ثلاثا كما تقدم، وأن الثلاث هناك في رواية مسلم. قال حتى لو قلت إن في رواية مالك هناك لم يقيد العدد، فهذه حديث عثمان، هذه الصفة في حديث عثمان رضي الله عنه هي أيضا بيان لما أهمل هناك، فيكون عدد المرات التي تغسل بها اليدان قبل إدخالهما في الإناء كم؟ ثلاث مرات، فيكون هذا أيضا مبين لما أهمل في ذكر العدد هناك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكره صاحب الكتاب. نعم، وتقدم أنها في رواية مسلم. نعم. الخامس قوله ثم تمضمض مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. ما وجه الاستدلال؟ ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، فأفرغ ثم تمضمض، إذن أفرغ وغسل يديه ثم، فتأتي المضمضة بعد غسل اليدين. نعم. قوله ثم تمضمض مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك. وهل الترتيب واجب؟ المصنف ما تطرق، قال مقتضي للترتيب، هذا الاقتضاء هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ ما أراد المصنف رحمه الله الدخول في تفصيل هذه القضية، لأن الاستدلال لها يطول وليس هو من دلالات الحديث ذاته. فالحنابلة قالوا نعم للوجوب، ولم يكن دليلهم على الوجوب هذا الحديث بذاته فقط، بل أدلة أخرى. ومن لم يقل بالوجوب قال بل الاستحباب. آية المائدة التي ذكرت أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء أو أركانه كما يعبر الفقهاء عطفت بالواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي القراءة الأخرى أرجلكم إلى الكعبين. فالآية ما اقتضت الترتيب لأن الواو لا تقتضيه. هذا الحديث عطف فيه بثم ثم ثم كما سيأتيك، فثم هنا تدل على الترتيب. قال المصنف مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وهذا الاقتضاء أعم من أن يكون للوجوب على قول الحنابلة أو للاستحباب على قول غيرهم. نعم. قال رحمه الله: ومنه وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك. أي لفظة؟ مضمضة. نعم. قال: وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت في هذه السنة أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. يقول رحمه الله إن هذا من معانيها في اللغة، أصل اللفظة في اللغة مضمضة وتمضمضة مشعر بالتحريك. تحريك إيش؟ إن كان المراد مضمضة الفم بالماء فتحريك الماء داخل الفم، وإن كان غيره فبحسب ما يضاف إليه. قال: ومنه قول مضمض النعاس في عينيه، هنا لا ماء ولا فم، مضمض النعاس في عينيه يعني
جعل عينيه تتحركان إغلاقا وانفتاحا كما يحصل للنعسان، فيقال مضمض النعاس في عينيه. قال ابن دريد: مضمض النعاس في عينيه إذا دب فيهما. ومنه قول الراجز: وصاحب نبهته لينهضا إذا الكرى في عينه تمضمضا. إذن ما مضمضة العينين؟ دب النعاس فيهما. فما معنى المضمضة هنا؟ تحريك العينين كما قلنا إغلاقا وانفتاحا. ولذلك أيضا ذكر بعض أصحاب البلاغة قول السلمي: لما اتكأن على النمارق مضمضت بالنوم أعينهن غير غراري. وتمضمض النوم في عينه كما قال أيضا الآخر: يمسح بالكفين وجها أبيضا إذا الكرى في عينه تمضمضا. إذن المضمضة في التحريك، واستعماله في تحريك الفم بالماء أو تحريك الماء داخل الفم هو من هذا المعنى. قال: واستعملت في هذه السنة في الوضوء وهو تحريك الماء داخل الفم، فتحريك الماء داخل الفم يسمى مضمضة. سؤال: المضمضة التي جاءت في الوضوء في الأحاديث وفي صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يفعله كل المسلمين إلى اليوم في وضوئهم، فإنهم يجعلون الماء في الفم ويحركونه. طيب، فإذا جعل الماء في فمه ثم أخرجه من غير تحريك، هل يصدق عليه أنه مضمضة؟ أو إذا جعلت الماء في فمك ثم أحركته فيه ثم أخرجته، هل هذا كله مضمضة؟ هل مج الماء وإخراجه جزء من المضمضة؟ لغة لا، ليس منه. فإذا كان ليس منه فأدخل الماء في فمه ثم أداره ثم ابتلعه، هل هذه مضمضة؟ كل ذلك يذكره الفقهاء ويذكرون فيه الوجوه المتعددة، أن جعل الماء في الفم وإدخاله فيه بتحريكه يحصل به أقل درجات المضمضة. ثم المج من لوازمه وليس جزءا من مسماه، ولهذا قالوا: فإذا ابتلع الماء ولم يخرجه فإنه قد تمضمض به وأدى الفرض أو السنة على خلاف الفقهاء. ولهذا قال: وقال بعض الفقهاء. نعم، وقال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة. فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل والمج. نعم، أكثر أفعال المتوضئين يجعل الماء ويحركه ثم يمجه، لكن هل هذا المج هو من حقيقة المضمضة؟ مضى معك التعريف اللغوي، ليس منه. فإذا ما الذي يقرره الفقهاء؟ قال: يقصدون ما عليه غالب أفعال المتوضئين لا حقيقة المضمضة في اللغة. نعم، قال: ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه، والله أعلم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: في المضمضة: وأما معناه الشرعي فأكمله أن يضع الماء في فمي ثم يديره ثم يمجه، ثلاث الأشياء. قال: والمشهور عن الشافعي أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، ونقل هذا عن بعضهم قال: وهو عجب، ولعل المراد أنه لا يعتبر المج، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأ، انتهى كلامه. ولهذا قال النووي أيضا: أفاد أن أقلها أن يجعل الماء في فمه ولا يشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور. نعم، أحسن الله إليكم. السادس: قوله ثم غسل وجهه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. من أين جاء الدليل؟ نعم، بالترتيب بثم، دليل على الترتيب. قال: دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. يؤخذ الترتيب بين المفروض والمسنون، فما الذي يقدم؟ إيش يقصد بالمسنون هنا؟ المضمضة والاستنشاق، والمفروض غسل الوجه. ثم غسل وجهه، بعدما قال فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه،
قال: الترتيب بين المفروض والمسنون، يقدم المسنون وهو المضمض والاستنشاق على المفروض وهو غسل الوجه. هذا الترتيب المأخوذ من هذا الحديث كما قال المصنف دليل على الترتيب. هذا الدليل على الترتيب ورد ما يعارضه في رواية أحمد وأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. بعد إيش؟ بعد غسل الذراعين. الحديث هذا الذي أخرجه أحمد وأبو داود ترجم عليه المجد بن تيمية في المنتقى بقوله: باب جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين. وأخرج من حديث الربيع بنت معوذ مثل حديث المقدام بن معدي كرب، وقالت في الرواية: فغسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض، ذكرتها بعد غسل الوجه لا بعد غسل الذراعين. والجواب عن ذلك، يقول الإمام النووي رحمه الله: يتأولون هذه الرواية، أي رواية؟ رواية حديث المقدام بن معدي كرب وحديث الربيع، قال يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم في هذا الحديث ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة، لأن المراد ذكر الجمل لا صفة الترتيب. قال: ولهذا لم يذكر في الحديث غسل الرجلين في تلك الرواية، أما في رواية أبي داود في حديث المقدام قال: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. أما ابن تيمية فذهب إلى الترجيح لرواية تقديم المضمضة لأنها من حديث علي وعثمان كما سمعت، وعلي وعثمان رضي الله عنهما أقعدوا بمعرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه من غيرهما كالمقدام والربيع بنت معوذ. إذن فمن أهل العلم من جمع بين هذه الروايات وقال هذا في حديث المقدام والربيع ليس ترتيبا بل ذكر جمل، ومنهم من قال بالترجيح حديث علي وعثمان أرجح وروايتهما أخرجها الشيخان وغيرهما ليس كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض إن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. ما الفرض؟ غسل الوجه. فقال: قبل أن تصل إلى الفرض الذي هو غسل الوجه تكون قد تثبت من صلاحية الماء المستعمل في الوضوء وتأكدت من طهارته. كيف؟ مر على فمك وعلى أنفك فأنت لم تجد فيه شيئا يقتضي نجاسته، فثبتت عندك طهارته: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان يعني المضمضة والاستنشاق ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. يقول الصنعاني رحمه الله: هذا وجه حسن في الحكمة، إلا أنه غير خاف أن السنة لا تؤدى إلا بماء مطهر أيضا. يعني هل يصلح أنك تطبق سنة ماء تكتشف نجاسته فيما بعد؟ يقول: حتى السنة لا تؤدى إلا بماء مطهر، فلا بد من معرفة كونه مطهرا أن تكون مقدمة على استعماله فيهما. قال: فلا تتم النكتة التي أشار إليها، لا يقال هو إذا ظهر استعماله أنه غير مطهر في الخطب يسير. يقول: لأننا نقول لا بد من إعادة الفرض إن انكشف الماء غير مطهر، وإعادة السنة إن أراد أداءها. قال: فلا فرق بين تقدم الفرض والسنة في هذه الحكمة. قال الصنعاني: وكأنه لذلك قال المحقق قيل، يقصد بالمحقق بن دقيق العيد، قال في أول الفائدة: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة، يعني هو لا يراها محررة تصلح أن تكون فائدة علمية، إنما هو وجه لطيف يستأنس به لا أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والقائل بهذا الإمام مالك رحمه الله، فإنه يستحب تقديم المسنون، فتقديم السنن عنده مستحب وليس واجبا، وأما تقديم الفروض فإنها تكون على الترتيب وجوبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما. اختصر المصنف هذا في هذه الجملة: الوجه مشتق من المواجهة، فتقول غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم، فغسل وجهه ثلاثا. ما المراد بالوجه لغة وفقها؟ قال: مشتق في اللغة من المواجهة. قال: وبنى الفقهاء عليه أحكاما، واختلفوا بسبب ذلك في موضعين في مسائل الوضوء. أحدهما غسل البياض الذي يقع بين العذار والأذان، الأذان هذا البياض الذي يقع بين شعر مبدأ اللحية في الصدغين وبين الأذن، هذا البياض هل هو داخل في حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء أو لا يدخل؟ فإذا قلت هو من المواجهة، فهل هذا منه؟ هل هذا منه؟ الجواب لا، لأنه ليس مواجها لمن يقابلك. هذه مسألة. قال: والمسألة الثانية غسل ما استرسل وانسدل من اللحية، فإنها أيضا داخلة في هذا. اللحية ليست من الوجه، فلماذا جعلوها في حكم الغسل في الوجه؟ لأنها داخلة في المواجهة. فإذا قال رحمه الله: اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما، ومنه المسألة، وفيها خلاف فقهي بين الفقهاء في مسألة غسل هذا البياض وغسل من سدل من اللحية مع الوجه في الوضوء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكره فيه. ما الذي ذكر فيه الثلاث؟ غسل اليدين في الأول، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا، والرجلين في آخر الحديث ثلاثا. السؤال: ما دلالة الاستحباب؟ من أين؟ ما وجه الاستدلال؟ يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. طيب، هو لن يستقيم لك الاستدلال على الاستحباب من هذا الحديث وحده فقط، لأن لقائل أن يقول ربما يدل على الوجوب، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نعم، أحاديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمرة والمرتين، فأصبحت الثلاث هنا مستحبة في أقل أحوالها. نعم، فإذا مجرد الحديث هذا لا يفيد، بل كما يقول الصنعاني هو إلى إفادة إيجابه أقرب. لو اقتصرنا على الحديث لكانت دلالته على الوجوب أقرب من دلالته على الاستحباب، لأن لو قلت لك من الحديث ما حكم غسل الوجه، إيش تقول؟ واجب. إذن غسل وجهه ثلاثا، هذا الوصف والتقييد بالثلاث سيكون واجبا كذلك، لكن دل على استحباب الأحاديث الأخرى التي صرحت بإجزاء المرة والمرتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع قوله ويديه إلى المرفقين. المرفق فيه وجهان، أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء. كيف يصير؟ مرفق. نعم، والثاني عكسه، كسر الميم وفتح الفاء، مرفق. لغتان. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره. فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هل المرفقان داخلان في هذا الغسل أو لا؟ الآن لا تنظر إلى أدلة أخرى، انظر إلى هذا الدليل. فغسل يديه إلى المرفقين، هذا تطبيق أيضا لدلالات الألفاظ. غسل يديه إلى المرفقين، غسل اليد يبدأ من رأس الأصابع إلى أعلى اليد، كل هذا يسمى يدا في اللغة، ولكل جزء في اليد في اللغة اسم يخصه، فهذا أصبع، والقطعة منه أنملة، وأعلى الأنملة من الخلف ظفر، والأصابع المجتمعة كف، ووسطهما راحة اليد، والمفصل رسغ، ثم الذراع، ثم العضد، ثم المنكب، كل هذا يسمى يدا. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
لو تركتها على مطلق الآية لاجتهد القائل في أن تقطع اليد من المفصل في الكف أو من المرفق أو من العضد أو من الكتف، كل ذلك يد. فبينته السنة بأن قطع اليدين حداً في السرقة يكون من مفصل الكف. طيب والآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لو قال وأيديكم وسكت لشمل كل اليد، فلما قال إلى المرافق، وفي الحديث قال فغسل ثم غسل يديه إلى المرفقين، فهمنا أن هذا تحديد للقدر الذي يجب غسله في الوضوء إلى المرفق. فهل المرفق داخل فيغسل أو حد ينتهي إليه الغسل فلا يدخل؟ نرجع إلى دلالة الألفاظ، وما الذي تفيده إلى، وما يذكرونه في باب حروف الاستعمال أو معاني الحروف، ويذكرون هناك معنى الواو وثم والفاء والباء وإلى. هناك يقولون إلى تفيد الغاية، وهناك يناقشون هل يدخل ما بعد إلى في الحكم أو لا يدخل، ومثلها حتى، ومنهم من سوى بينهما ومنهم من فرق. قال الله في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فهل فجر ليلة القدر داخل في فضلها وما ذكر في شأنها، أم هو حد ينتهي إليه فضل ليلة الفجر فإذا أذن انتهت الفضيلة وسائر ما يتعلق بها؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرفقان داخلان أو لا يدخلان؟ قال رحمه الله ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما يعني ولم يغسلهما. والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، مذهب مالك والشافعي الوجوب وكذلك أحمد، وخالف زفر وغيره. نعم، ومنشأ الاختلاف؟ قال ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالهما. طيب منشأ الاختلاف كذا، إلى في أصل معناها عند أرباب اللغة تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف، وهي تدل على عدم دخول حد الابتداء وحد الانتهاء في المحدود، حد الابتداء وحد الانتهاء. فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى هذا الموضع فإن حدي الابتداء والانتهاء غير داخلين في الشراء، ويجوز دخولهما مع القرينة كما يقول في شرح الكافية. هذا الذي قواه الشارح رحمه الله قال إلى الانتهاء الغاية، المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، قال فمن حملها على مشهورها لم يوجب إدخال المرفقين، لأن إلى تدل على انتهاء الشيء إلى تلك الغاية والحد. فالسؤال من يرى دخول المرفقين في الوضوء يحتاج إلى دليل، والدليل ها هنا إما أن تكون قاعدة تقرر ويستنبط منها دخول المرفقين في الغسل، أو تكون أدلة أخرى فتقول الحديث لا يدل فتبحث عن دلالة أخرى غير الحديث، وسيأتيك مزيد بيان في كلام المصنف هنا. لكن قال وقد ترد بمعنى مع، يقول يعني بعض الشراح في قول ابن الحاجب وبمعنى مع، يقول التحقيق أن لفظة إلى أو حرف إلى يأتي بمعنى الانتهاء، حتى المواضع التي فسرت أو حملت فيها إلى بمعنى مع تعود إلى معنى الانتهاء. يعني يستدلون بمثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع، يقول إلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعنى مع أموالكم. يقول بعض الشراح حتى هنا هي داخلة في معنى الانتهاء، أي لا تضيفوها إلى أموالكم، وكذلك قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مضافة إلى المرافق، ولهذا قالوا في المثل الذود إلى الذود إبل بمعنى الذود مع الذود إبل، والتمر والتمرة إلى التمرة تمر بمعنى مع. قال فهنا الذود إلى الذود إبل أي مضافة إلى الذود، وتأتي بهذه المعاني، فليست على أنها معنى مستقل أن تحمل إلى بمعنى مع، لكنها لا تزال في دائرة الدلالة على معنى الانتهاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال بعض الناس
يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما شوف من الآن هنا سيذكر توجيها واثنين وثلاثة لدخول المرافق في الغسل في الوضوء، لأن مجرد الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والحديث ثم غسل يديه إلى المرفقين، على التقعيد اللغوي لا يساعد كثيرا على أن المرافق تدخل في الغسل في الوضوء. قال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا قول أحد الأقوال الواردة في مسألة هل ما بعد إلى يدخل في الغاية أو لا يدخل. من الأقوال الواردة وعليه بعض المحققين أنه يفرق بين ما كان بعد إلى من جنس ما قبلها أو لم يكن من جنسها. مثال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق من جنس اليد أو ليس من جنسه؟ من جنس، إذن يدخل في الغاية. وإذا قلت ثم أتم الصيام إلى الليل، الصيام يكون في النهار، موضع الصيام هو النهار من اليوم، والليل هل هو من جنس النهار أو ليس من جنسه؟ ليس من جنسه فلا يدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل غاية لا تدخل في الصيام. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق من جنس اليد فتدخل. لماذا فرقت بين الموضعين؟ قال: لأن هنا ما بعد إلى من جنس ما قبلها وذاك ليس كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال غيره إنما دخل المرفقان هاهنا لأن إلى هاهنا غاية للإخراج لا للإدخال. يعني لماذا جيء بإلى في المرافق؟ هل هو لإخراج بقية أجزاء اليد أو لإدخال؟ لإخراج. يعني لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أين كنا سنغسل؟ إلى أعلى اليد، كل ذلك يد. فلما جيء بإلى كان المقصود منها إدخال ما يدخل في الوضوء أو إخراج ما لا يدخل. نعم، هو يريد أن يضع حدا ليخرج ما وراءه. قال: المراد بإلى هنا غاية للإخراج لا للإدخال. نعم، فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل. وقال آخرون: لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب، وهذا عندنا ضعيف. ما الذي ضعفه الشارح رحمه الله؟ هذا الأخير، قال اللفظ تردد بين أن تكون إلى للغاية أو تكون بمعنى مع. ليش ضعف؟ يقول: ليس تردد، هذا ليس ترددا، حتى لو قلت أن إلى تأتي بمعنى مع، ويقول هذا معنى مجازي، وهل ورود اللفظ بمعنى حقيقي وآخر مجازي يجعله مترددا؟ أبدا. إذا احتمل الحقيقة والمجاز فإن الرجحان للحقيقة، فهذا لا يكون ترددا، يحتاج إلى مرجح خارجي، ولهذا ضعفه. يقول: لما تردد اللفظ استدللنا بالحديث على أنه أدار الماء على مرفقيه، وسيأتيك الكلام عن الحديث بعد قليل، وهذا عندنا ضعيف. قال: وهذا عندنا ضعيف، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز. يقول الصنعاني لما قال الشارح ويدل على أنها حقيقة، يقول: هذا إفضال من الشارح المحقق بالاستدلال. إيش يعني إفضال؟ تفضل وزيادة منه. ليش؟ قال: لأن الدليل ليس عليه بل على مدعي المجاز. يعني من يقول إن هذا المعنى للحقيقة وذاك المعنى للمجاز، الدليل يطالب به من؟
من يدعي المجاز، لكنه أراد مزيدا من الإثبات أن إله حقيقة في الغاية. انتبه معي الآن، كل ذلك لما خرج القول الأخير عن دلالة الآية والحديث إلى حديث آخر، وهو حديث غسل المرفقين كما قال المصنف، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، يشير إلى حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، ولم يتطرق الشارح كما سمعت إلى الحديث أو ذكر تخريجه. والحديث قال غير واحد إنه لا صحة له، قال الحافظ ابن حجر أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وأخرجه الدارقطني من حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه برواية أخرى حديث عثمان الذي نحن فيه حديث الباب، في إحدى الروايات عند الدارقطني في السنن قال فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. ما أطراف العضد؟ أعلى المرفق، هذا طرف العضد، يعني دخل المرفق أو ما دخل؟ دخل. قال الحافظ ابن حجر وإسناده حسن، وأخرج البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر، هذا حديث آخر رضي الله عنه، قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وفي الطحاوي من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا قال ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. قال الحافظ ابن حجر فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامن قوله ثم مسح رأسه، ظاهره استيعاب الرأس بالمسح، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. الحديث ثم مسح رأسه، قال ظاهره إيش؟ استيعاب الرأس بالمسح، من أين؟ ما قال كله، ثم مسح رأسه، ليش قال ظاهره استيعاب الرأس بالمسح؟ قال لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، هذه مقدمة، اسم الرأس حقيقة في العضو كله. قال ثم مسح رأسه، وفي الآية وامسحوا برؤوسكم، فلما دخلت الباء على الرؤوس في الآية الكريمة نشأ الخلاف، ولو كان لفظ الآية وامسحوا رؤوسكم لكان المعنى أظهر في استيعابه، لكن لما قال في الآية برؤوسكم لما دخلت الباء حصل التردد في الدلالة على ما يشير المصنف، قال وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. من هنا اختلفوا في القدر الواجب، ما القدر الواجب الذي يجب استيعابه في الرأس في المسح؟ هل هو كله أو بعضه يكفي؟ فإذا كان بعضه ما أقل هذا البعض؟ هل هو الشعر كما يقول بعض الفقهاء، أو مقدار ثلاثة الأصابع، أو مقدار ربع الرأس الذي هو الناصية، إلى آخره، حصل الخلاف. نعم، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم أي ثواب يقصد؟ في آخر الحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول غاية ما في الحديث أنه ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال. سؤال، هل يلزم من ذلك أن كل ما ورد في صفة الوضوء بالتفصيل وبكل جزئياته يدل على الوجوب؟ لا، ما يدل. وهل يدل على عدم الصحة عند عدم كل جزء؟ قال ليس يلزم. نعم، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس وإن لم يكن واجبا إكماله، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. ألم يقل أكثر الفقهاء إن المضمضة والاستنشاق سنن وليست واجبة؟ طيب، هم يقولون إن الثواب المذكور في آخر الحديث يشمل الواجبات والسنن،
فالقائل بأن مسح الرأس كله غير واجب يقول جزء منه واجب والباقي سنة ويترتب عليه الثواب، فلا تقول لا لا الثواب فقط على الواجبات. يقول حتى السنن الواردة، التثليث غسل الأعضاء ثلاثا ما حكمه؟ سنة، وهو مذكور في الحديث جزءا من العمل الذي ترتب عليه ذلك الثواب الكبير. فلا مانع أن تكون المضمضة والاستنشاق عند من يقول بالاستحباب أيضا جزءا من العمل الذي ترتب عليه الثواب. هذا تقرير لمن يقول إن مسح الرأس كله ليس واجبا ويجزئ بعضه، فيكون بقية الرأس مستحبا لا واجبا ولا إشكال، ويكون الثواب الوارد على ما ورد في الصفة سواء ما كان منها واجبا أو كان مستحبا. نعم. قال رحمه الله: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح. يعني يقول لو جاء واحد يقرر في مسألة مسح الرأس ما قدمه في مسألة غسل اليدين، القول الأخير الذي ضعفه المصنف قال هذا عندنا ضعيف، إن الآية مجملة ونحتاج إلى بيان آخر في دخول المرفقين في الوضوء، ضعف هناك يقول لأن إلى ليست مترددة بل هي حقيقة في معنى الانتهاء. هنا أيضا يقول لو سلك سالك ما فعله هناك في مسألة المرفقين وأنها مجملة وتحتاج إلى بيان من خارج، قال فليس بصحيح أيضا هنا. قال ثم مسح رأسه، لا تقول مسح الرأس متردد بين أن يكون للكل أو للبعض، هذا مجمل فنحتاج إلى بيان ونبحث عن دليل من خارج. يقول لا يصح هنا دعوى الإجمال في مسألة الرأس فليس بصحيح. لما؟ قال: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية مبين. أي آية؟ وامسحوا برؤوسكم. يقول الآية هناك ليست مجملة بل مبينة، ركز معي، مبينة على قول من يقول إن الرأس كله واجب أو إن بعضه واجب. عند كلا الفريقين ليست الآية مجملة بل هي مبينة عند الكل. نعم. قال: لأن الظاهر من الآية مبين، إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيفما كان فلا إجمال. فلا إجمال سواء قلت هي للتبعيض أو قلت هو لعموم مسح الرأس، فإن الباء لا تعارض التعميم في المسح كما قرر مالك وأحمد، فبالتالي ليس هناك إجمال في الآية، فلا يصح دعوى الإجمال في مسمى الرأس الذي يحتاج إلى بيان من الخارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين. نعم. هذه الفائدة التاسعة من حديث أبي هريرة من حديث عثمان رضي الله عنه في كلام المصنف ثم غسل كلتا رجليه، قال صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، واستدل الجماهير بالأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم وبمن ضم إليها كما تقدم في صدر الحديث في صدر الباب ويل للأعقاب من النار، وقد تقدم هناك وجه الاستدلال على إيجاب الغسل لأن المراد به استيعاب الرجل بالغسل وليس المسح. وهذا القول هو الذي عليه الجمهور وهم الأكثر على وجوب غسل الرجلين، وأما ما ذكر من الاكتفاء بالمسح وجوبا فهو مذهب الرافضة ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين، وإن نقل عن بعضهم أنه رجع عن قوله، وبعض الظاهرية يرى وجوب المسح الجمع بين الغسل والمسح، ومن الفقهاء من أثر عنه التخيير
بين الغسل والمسح، وليس التخير بمعنى التخير مطلقا، بل له وجه آخر بمعنى أنه يحمل على تغير الحال بالغسل إن كان للرجل وبالمسح إن كان لما عليها من خف، على ما يقرر في كلام الفقهاء. فوجه استدلال المصنف قال صريح في الرد على قول من يقول إن الواجب المسح، ما وجه ذلك؟ قال ثم غسل. قال تبين هذا من حديث عثمان أن الواجب الغسل، وغير عثمان رضي الله عنه من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدة من الصحابة ورد عنهم ذلك. قال ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يقرب وضوءه، إلى أن قال بعدما ذكر صفة الوضوء قال في آخره ثم يغسل رجليه كما أمر الله عز وجل. ولماذا قال المصنف من أحسن أحاديث الصحابة حديث عمرو بن عبسة؟ قال لأن الحديث فيه انضمام القول مع الفعل وربطه بالآية. فإذا قلت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو قلت على قراءة وأرجلكم، يفيد معنى العطف على الرأس الممسوح، فيكون الواجب هناك مسح الرجلين عطفا على الرأس. يقول فإن الحديث حديث عمرو صريح، قال يغسل رجليه كما أمره الله، فهذا صريح في أن المذكور في الآية ما هو؟ الغسل، ليس إلا. ولهذا قال من أحسن روايات الحديث حديث عمرو بن عبسة. وأخرج أيضا مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله الصنابحي، وفيه قال فإذا غسل رجليه، أيضا نص. ففرق بين أحاديث يصف فيها الصحابة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان الذي نحن فيه وحديث علي الآتي في الدرس القادم إن شاء الله، وبين أحاديث يصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء بلفظه، فاجتمع عندنا لفظه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وحديث عمرو لفظ ربط بدلالة الآية الكريمة، قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء. طيب، تقدم أن وجه الاستحباب ليس الحديث وحده، بل مع دلالة الأحاديث الأخرى التي فيها جواز الاكتفاء بغسلة واحدة. نعم، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء. ما حكم التثليث في أعضاء الوضوء؟ مستحب في كل الأعضاء؟ لا، يخرج من ذلك الرأس، فإنه لا يستحب فيه التثليث، وسيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. قال ثم أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. طيب، والرأس مستثنى، أما الوجه واليدان وما تعلق بالوجه من المضمضة والاستنشاق فإن الاستحباب ثلاثا فيه ثابت عن الجميع، ويبقى الخلاف كما قال المصنف هنا في غسل الرجلين. نعم، وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا، فاستدل به لهذا المذهب. فغسل رجليه حتى أنقاهما، والحديث عند مسلم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، ما ذكر العدد. فغسل رجليه حتى أنقاهما، يعني سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر، حتى أنقاهما. نعم، وأكد هذا، وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ مثل لفظ الحديث بما دل عليه لفظ الحديث. طيب، هو يقول جوابا عن هذا، وحتى لو ورد حديث مسلم فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر العدد، هذا مطلق،
وجاء مقيدا في حديث الباب عن عثمان رضي الله عنه بالتقييد ثلاثا، فنحمل هذا على ذاك لأن فيها زيادة يتعين الأخذ بها. وقولهم الرجل وما يكثر فيها من الأوساخ لكثرة المشي عليها لا تنافي ذلك، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث، يعني ثم غسل رجليه ثلاثا. نعم، أحسن الله إليكم. الحادي عشر قوله نحو وضوئي هذا، لما قال في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، لما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا، ماذا يقصد بنحو؟ هل نحو بمعنى مثل أو قريبة منها؟ ما الفرق بين أن تقول فعلت مثل فعلك أو فعلت نحو فعلك؟ أيهما يدل على المطابقة؟ ونحو، طيب هل هو مقصود أن يقول من توضأ نحو وضوئي هذا أنه ما أراد المماثلة؟ ما أراد المماثلة؟ هل معنى المماثلة المطابقة؟ فإن كان نعم، فهل يمكن أن يطابق متوضئ على التمام وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب النقاش هنا، هذه الفائدة المذكورة الآن أو هذا الوجه هو حول هذا، هل نحو في الحديث كلمة نحو مقصود بها المعنى المختلف عن المماثلة أو هو لفائدة أخرى؟ نعم، قوله نحو وضوئي هذا، لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة. يقول النووي رحمه الله وإنما لم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ناقشوا مسألة لماذا قال نحو. نعم، ولفظة نحو لا تعطي ذلك، لا تعطي إيش؟ المماثلة من كل وجه. نعم، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. طيب الآن المقصود من ذلك الوضوء وصلاة الركعتين بعده حصول الأثر، ما الأثر؟ الثواب المذكور مع رفع الحدث الذي يحصل بالوضوء، فذلك الوضوء يرفع الحدث ويحقق الوعد الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول المصنف رحمه الله لا يستعمل لفظة نحو في مقام مثل لأنها لا تعطي المطابقة، أو لأنك تقول إن إذا استعملت مجازا بمعنى مثل فإنه لا يخرج عن المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، كأن يكون في فعله صلى الله عليه وسلم أشياء ملغاة على الاعتبار في الفعل المقصود أو في المقصود من الفعل، فإذا تركت لم يكن الفعل مماثلا لحقيقة ذلك الفعل، يعني لعله صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه يفعل أشياء أو يزيد في ذلك الفعل بخصوصية أمر تركه لا يؤثر في حقيقة المقصود من الفعل وهو رفع الحدث وترتب الثواب المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض، فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود والله أعلم. طيب إذن من توضأ نحو وضوئي هذا، هذا تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الكريمة. الكلام في هذا الحديث سيق مساق الإغراء للأمة على العناية بالوضوء،
إغراء بهذا الوعد الكريم، توضأ نحو هذا الوضوء وصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، تنل هذا الأجر الكريم، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الكلام إذا فهمته في هذا السياق، فماذا أراد عليه الصلاة والسلام بقول من توضأ نحو؟ يقول إما أن تحمله على معنى المثلية مجازا، أو على الحقيقة مع ملاحظة فعل المقصود من الفعل المماثل فقط، وهو ترتب الثواب كما قلنا ورفع الحدث. ما الداعي إلى هذا؟ قال الداعي إليه أن لفظة نحو هل هي باقية على بابها فتخل بالمراد؟ يعني من جاء بفعل مشابه وليس مثل هذا الفعل ينال الأجر مطلق مشابه من غير تعيين وجه الشبه بالتقييد، أو تقول لا هي باقية على معناها مع استثناء ما لا يخل بالمقصود من الفعل؟ هذا التأويل الذي ذكره المصنف واحتاج إليه إلى ذكر الجواب، هل نحمل كلمة نحو على المجاز في غير حقيقتها فتكون بمعنى مثل من توضأ نحو، يعني من توضأ مثل، لأن المقصود أن يأتي المتوضئ بفعل يشبه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول لا هو ليس المثل تماما بل نترك ما نعلم قطعا أنه لا يخل بالمقصود، فتكون كلمة نحو هنا مستعملة في حقيقتها بمعنى المقاربة من غير أن يخل بالثواب، أو بمعنى المجاز التي هي حقيقة في معنى مثل. قال ويمكن أن يقال، قال ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المقاربة وليس على المطابقة. نعم. قال ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى المقصود إلى مقصود البيان. هذا جواب أخير ختم به المسألة، يقول الثواب نقول يترتب على مقاربة ذلك الفعل، ولهذا قال من توضأ نحو. ليش قال نحو؟ قال تسهيلا على الأمة وتخفيفا عليهم وتوسيعا على المخاطبين، يقول إلا أن الأول أقرب، فتبقى نحو كما قال هناك على استعمالها المجازي بمعنى مثل أو بمعناها الحقيقي المقاربة مع عدم تفويت ما يخل بالمقصود. كل هذا التأويل لإتيان نحو بمعنى مثل قريبة منها فتكون مجازا أو تبقى على حقيقتها من غير إخلال بما يفوت المقصود، كل ذلك على اعتبار أن الوارد في الحديث هو من توضأ نحو وضوء هذا. فكيف إذا ثبت أن الحديث في بعض طرقه جاء بلفظة مثل وضوء هذا ما احتجنا إلى كل هذا التقرير؟ فإن ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع في شرح لعمدة الأحكام استقرأ الطرق التي ورد بها الحديث فأثبت ورود الحديث بلفظة مثل في غير ما رواية، منها ما أخرجها البخاري نفسه في الصحيح، فإنه ثبت التعبير في باب الرقاق من حديث حمران عن عثمان ولفظه من توضأ مثل هذا الوضوء، وعند البخاري أيضا في كتاب الصيام بلفظ من توضأ مثل وضوء هذا. وهذا الذي أخرجه البخاري في الصحيح أخرجه أيضا غير واحد، أخرج ابن حبان ولفظه عن حمران قال رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في مقعدي هذا مثل وضوئي، ثم قال من توضأ مثل وضوئي. وهذه الرواية أيضا أخرجها البخاري كما تقدم. يقول ابن الملقن وهو شيخ الحافظ ابن حجر يقول ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها، يقصد ابن دقيق العيد الشارح، قال ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها، بل قال يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين إلى آخر ما قال. ونقل عن الفاكهاني قال لا بد من ذلك لتعذر الإتيان بمثل وضوئه عليه الصلاة والسلام. قال أيضا لم يعثر على الرواية التي أسلفناها. قال وكذا النووي في شرح مسلم
لما قال إنما أتى بنحو دون مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قال: ثم رأيت الحميدي في جمعه بين الصحيحين عزى رواية مثل إلى مسلم من رواية زيد بن أسلم أن عثمان توضأ ثم قال: من توضأ مثل وضوئي. قال ابن الملقن رحمه الله: وعزاه أيضا في جمعه بين الصحيحين. قال: وراجعت صحيح مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ نحو لا بلفظ مثل، إلى آخر ما قال. ثم ذكر المواضع التي ذكرها البخاري في الصحيح في باب الصيام، في كتاب الصيام وكتاب الرقاق. الحافظ ابن حجر نقل هذه الفائدة عن شيخ ابن الملقن في شرحه على فتح الباري، وأورد الموضعين اللذين ذكرهما الحافظ الإمام البخاري في الفتح في الصحيح بلفظ مثل. قال: وعلى هذا، يقول الحافظ ابن حجر، وعلى هذا فالتعبير بنحو في الحديث من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن مثل وإن كانت تطلق على مقتضى المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، وبهذا تلتئم الرواية ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. انتهى كلامه رحمه الله. أما الصنعاني فلما أورد مثل هذه النقول ووقف على كلام المصنف رحمه الله وذكر هذا التخريج، قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المسألة والبحث الوارد ولفظة مثل صحيحة وثابتة وهي لا تساعد على كل التأويل الذي ذكره الشراح، يقول رحمه الله: إلا أنه لا يخفى أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي شبه به فعل غيره في قوله من توضأ مثل وضوئي، قال: هذا الوضوء الذي شبه به فعل غيره أمر حسي مشاهد بالعين، وإيقاع مثله أمر ممكن. وقد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله مثل وضوئي هذا إشارة إلى الفعل المشاهد للراوي من إجراء الماء على أعضاء الوضوء على الوجه الشرعي. قال: وهذا شيء ممكن لكل أحد. فقول النووي إن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره تهويل ليس عليه تعويل، وإن تبعه عليه الأئمة جيلا بعد جيل. يقول: فكل من جاء بعد النووي وقع في هذا المأزق واحتاج إلى جواب. كيف يقول من توضأ نحو؟ لا، ليس المقصود إلا أن تقول هي على المجاز بمعنى مثل، أو أن تقول إنها على الحقيقة من غير ما يخل بالمقصود، فانتهى إلى هذا والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، لأنه قال من توضأ ثم صلى، فذكر الجزاء غفر له مرتبا على ماذا؟ على مجموع الأمرين. نعم، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. هل تقول إن من فضائل الوضوء مغفرة ما تقدم من الذنوب؟ ليش لا؟ يعني هل يصح لفقيه أو طالب علم أن يقول وهو يريد أن يعدد فضائل الوضوء، يقول من فضائل الوضوء حصول مغفرة الذنوب، فإذا قيل أين الدليل؟ جاء بحديث عثمان رضي الله عنه، يصح الاستدلال؟ ليش لا؟ لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين يحصل بحصولهما معا، ولا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وسيقول قائل: طيب ممكن أقول صلاة ركعتين أيضا وحدها ستكون سببا لحصول المغفرة، فهذه قاعدة. المرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. يقول هذا الجواب، نقول
من يقول إن من فضائل الوضوء مغفرة الذنوب، يقول أنا أعلم أن الثواب الموعود مرتب على أمرين، لكن إذا كان الشيء جزءاً مما ترتب عليه الثواب كان دليلاً على فضله، فيحصل المقصود من كون الحديث دلالة على فضل الوضوء، هذا شيء. وبين أن تقول إنه يترتب عليه وحده مغفرة ما تقدم من ذنبه شيء آخر، الفضل الذي ترتب على فعل ذي أجزاء يكون لتلك الأجزاء مدخل في الفضيلة، أليس كذلك؟ لأن الفضل كان مجموعا من تلك الأجزاء، فالذي له جزء من الفضل لا يزال محفوظا له ذلك الفضل. نعم. قال: ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. مطلق الثواب، ثواب الفعل، ثواب السنة، ثواب الواجب، امتثال الأجر، ما رتب على الثواب في الوضوء وحده مطلقا يحصل، لكن هذا الذي جاء بمجموع الأمرين يتوقف على حصول كليهما. نعم. قال رحمه الله: ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. الثالث عشر: قوله: ولا يحدث فيهما نفسه. لا يحدث فيهما نفسه. قوله: لا يحدث فيهما نفسه، إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس. لما قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ما المقصود بحديث النفس؟ قال: الخواطر والوساوس الواردة على النفس. نعم. قوله: لا يحدث فيهما نفسه، إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين: أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. والحديث ماذا يريد، الأول ولا الثاني؟ طبعا الثاني استمرار للأول. الآن الخواطر كيف تبدأ؟ حديث النفس كيف يبدأ؟ شيء كما قال يهجم على النفس، فإذا هجم على وارد أو خاطر هجم على النفس، فإن استرسل صاحبها معها، كيف يعني يسترسل؟ يلاحظها ويفكر فيها ويسترسل معها في التفكير. هل الحديث وعد بذلك الثواب لا يحدث فيهما نفسه، يعني من لم يسترسل ولو هجمت عليه فدفعها، أو لا يقصد الذي أغلق الباب تماما من البداية فما هجم عليه شيء ولا خطر على باله شيء؟ ليش تقول عن المسترسل فقط؟ لتعذر الأول أو لصعوبته؟ إذا قلت تعذر يعني لا يمكن لبشر أن يكبر ويصلي ركعتين إلا ويأتيه شيء من الواردات، هذا معنى التعذر. وإذا قلت صعب تقول لا هو ممكن لكنه في غاية الصعوبة ولا يصل إليه إلا الكمل الذين بلغوا في مجاهدة نفوسهم وترويضها مبلغا أغلقوا به أبواب الشيطان، فإذا كبروا في الصلاة ما استطاع الدخول إليهم. يقول المصنف رحمه الله: لا يحدث فيهما نفسه، يشير إلى الخواطر والوساوس، وهي على قسمين: ما يهجم مما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما يسترسل معه صاحبه ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث. إذن قالوا المقصود بحديث النفس هنا الاسترسال وليس الهجوم. ليش؟ قال لأن الهجوم شيء ليس اختياريا، هذا أولا، وثانيا يقول لفظة الحديث تشعر بذلك. ثم صلى ركعتين لا يحدث، التحدث تفعل، فيه معنى التكسب المقصود، فإذا كان مقصودا وفعلا اختياريا
فلا يدخل فيه ما هجم عليك من غير اختيارك ولا إرادتك، فهذا يرجح ماذا؟ يرجح الثاني، وأن هذا فيه توسع للفضل وفتح لباب أكبر في الأمة، أن تكون المجاهدة أن بحيث أن يكون أحدكم مستيقظا حاضرا في الصلاة منتبها لشيطانه، فكلما دخل من باب أغلقه، وكلما ورد عليه طرده، فيكون في شدة اعتنائه في صلاته وحرصه على إغلاق مداخل الخواطر والوساوس والواردات، يكون حائزا على هذا الفضل، فيصدق عليه أنه ما حدث نفسه. فإذا قلت لا في الركعة الأولى فكر في كذا وفي الركعة الثانية خطر له كذا، يقول أنا ما حدثت نفسي به، والحديث يقول لا يحدث وأنا ما حدثت نفسي. هذا الجواب أو هذا أحد المحملين، ويمكن أن يحمل على النوعين مع إلا أن العسر إنما يجب رفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه أو دفع العسر عنه. طيب، المصنف قال ويمكن أن يحمل على النوعين، لا يحدث فيهما نفسه لا تدخل عليه الخواطر ولا يسترسل معها. فإذا قلت لكن هذا صعب، يقول نعم، ولأنه صعب صار جزاؤه عظيما، وهذا إغراء. إذا أردت تلك الدرجة العالية فاجتهد ذلك الاجتهاد الكبير. يقول يترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، من حصل له ذلك العمل حصل له الثواب، ومن لا فلا. لا تقول لا يا أخي، الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تقول الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر، وتسوق لي كل أدلة تيسير الشريعة ورفع الحرج عنها. هذا استدلال في غير محله. تدري لما؟ لأن نحن ما نحن فيه ليس تكليفا بل تشريف، والتشريف يمكن أن يكون فيه قدر زائد من العمل الذي يجتهد فيه صاحبه وتناله فيه مشقة، هو ليس تكليف. تدري ما الفرق؟ التكليف على عموم العباد، وفيهم الضعيف والعاجز ومن يغلبه شيطانه، فذلك الباب من التكاليف لا يكلف الله فيه إلا باليسر ورفع الحرج، وما يستطيعه كل أحد. أما هذا التشريف والمقامات العالية والمراتب الرفيعة يمكن أن يكون فيها قدر من المشقة، لكن لأن الثواب فيها كبير. نعم. قال وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم، لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول. ليس معنى هذا أننا نفترض أيضا أن يأتي الحديث أو الآية في شيء خارج عن التكليف وطاقة الإنسان. لا، فرق بين الصعب والشاق وبين المستحيل وغير الممكن. لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك. وهذا كثير جدا في أخبار السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام علما وزهدا وورعا وصلاحا، والأخبار في ذلك عنهم مستفيضة مشهورة. وقبل الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا دخل في صلاته كان له شأن آخر، والشواهد على ذلك جمة أيضا، والدلائل فيه متضافرة. فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى ترم قدمه، وورم القدمين أمر مشاهد محسوس، لكن ما يستغرق فيه صلى الله عليه وسلم من متعة العبادة والتلذذ بالصلاة والقيام وطوله كان يطغى على ألم القدم والتورم وما يشعر به صاحبه، فهذا كثير. فإذا كان قد حصل هذا حتى قال قائلهم في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام كرمت نفسه فما يخطر السوء على سره ولا الفحشاء، ما يخطر، يعني مجرد خاطرة لا تخطر. فإذا كان في صلاة كان عليه الصلاة والسلام
على أتم ما يكون من الأحوال في اتصاله بربه عز وجل. وأما أمثلة السلف فشهيرة كثيرة جدا، فما المانع إذن إن كان ممكن الحصول وقد ثبت وقوع ذلك المقام العظيم لفئة بين قوسين وإن كانت قليلة في الأمة، فيتنال بذلك الشرف وتلك الكرامة هذا الأجر العظيم الموعود في الحديث، لأنه ينطبق عليها أن تكون في معنى قوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وإن كان مثلنا من الضعفاء والعاجزين يميل إلى الترجيح الأول طمعا في رحمة الله عز وجل، وأن يكون المقصود بقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يسترسل مع ذلك، حتى هذا ليس مقاما سهلا، فإن الخواطر كثيرة، وكلما تعلق القلب بشيء من الأمور سوى مقام العبادة والصلاة الذي هو فيه كثرت الواردات عليه، والشيطان حريص وهو جالس لكل عبد يصلي بالمرصاد، فكلما استجه إلى القبلة وكبر، بل هو لك بالمرصاد من قبل أن تكبر، منذ أن تنوي الصلاة فرضا كانت أو نافلة، فإذا به يحرص غاية الحرص على صرفك إما بإيراد الشواغل أو الخواطر أو الصوارف. فإذا كتب الله لك ثبات النية والعزم وسلوك الطريق حتى وقفت في محرابك واتجهت وكبرت، اجتهد غاية الاجتهاد أن يسلبك من صلاتك قدر ما يستطيع فرضا كانت أو نافلة، فهذا حاصل. فمجرد أيضا دفع الواردات عند هجومها وإغلاق أبواب الشيطان حتى هذا المقام جهاد، وأيضا لا يقوى عليه كل أحد. أقصد أننا إن رجحنا المعنى الأول كما قلت يعني طمعا لمثل أحوالنا الضعفاء في أن ندخل في عداد هذا الفضل، فهو أيضا ليس من السهل ولا يقوى عليه كل أحد، وفيه قدر من الجهاد والحرص وترويض النفس على أن تخلص في ركعاتها التي تصليها لله عز وجل، خصوصا إذا قصدت مثل هذا، يعني أتيت في مرة وتوضأت وضوءا استوفيت فيه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منك، وقد عقدت العزم أنك ما أن تفرغ من الوضوء حتى تصلي ركعتين تريد أن تنال هذا الأجر، فالله الله كم سينشط شيطانك معك، لأنك ستنال شيئا تهدم به شغله معك منذ أن ولدتك أمك، غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيت؟ يعني هو لطالما أوقعك في الذنب والمعصية والتقصير والتفريط، وكل ذلك هي قضيته في الحياة، ثم أنت على وعد عظيم أنك تصلي ركعتين تجاهد نفسك في إغلاق هذه المداخل من الشيطان فتهدم به جهده معك خلال السنين، لا والله لن يتركك وسيجتهد غاية الاجتهاد. أقصد أن هذا المقام حتى على المعنى الأول ليس بالأمر اليسير وليس أيضا مستطاعا لكل أحد، لكن فضل الله واسع وباب الرحمة كبير، ويبقى المرء طامعا في عظيم رحمة الله مجاهدا نفسه في بلوغ تلك المقامات. وأحسب يا كرام أن طلبة العلم وأهله المشتغلين به من يقرأ الحديث والقرآن ويطبق القواعد ويتفقه هم والله من أولى الناس وأحراهم بأن يكونوا مجاهدين لأنفسهم في بلوغ تلك المقامات، لأنه يعاب على طالب علم وعلى متفقه وعلى سالك دروب الخير والهداية والنور أن يقف على تلك المغانم وأن يفقه تلك المعاني العظام ثم يتساهل أو يفرط، أو لا ترى في صلاته إلا ما ترى من العامة في قلة عناية بمجاهدة النفس أو في استسهال وتفريط، يفوت معه حظ كبير. فإن فات هذا الحظ والأجر والخير على عامة الناس والعوام ومن يغلب عليهم أمر دنياهم ومن فاتهم حظهم من العناية بالقلب، فلا يعذر في هذا أهل العلم وطلبته والسالكون لهذا الطريق، فحري أن يتواصى طلبة العلم فيما بينهم في مثل هذه المواضع، وهم يتدارسون الآيات الواردة والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يأخذ بعضهم بأيدي بعض ليكونوا في مقدمة ركب الأمة الحائز لهذا الفضل. سلك الله بنا وبكم سبيل أولئك الفائزين بفضل الله ومغفرته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
الرابعة عشر: حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة. طيب، والحديث يقول: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا حديث دنيا ولا حديث آخرة، صح؟ يعني حتى معنى الآية وأنت تقرأ فيها وصف جنة لا تجلس تفكر في الجنة والحور العين، أنهار من لبن فتتخيل نهر اللبن، وأنهار من عسل فتتخيل نهر العسل. وإن فعلت فقد حدثت نفسك، صح؟ حدثت نفسك لو فعلت. طيب، الحديث يقول لا يحدث فيهما نفسه وأطلق، فيدخل حديث الدنيا وحديث الآخرة. طيب، أكمل. قال: والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار، ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله فيها أجنبي عنها. نعم، لما نقول يخرج من ذلك الخواطر الدنيوية ولا تخرج الأخروية، ليس معناه أن كل خاطرة تتعلق بأمر الآخرة مطلوبة في الصلاة، لا، ما كان متعلقا بالصلاة. أما ما كان متعلقا بالآخرة في أمر أجنبي عن الصلاة فإنه خارج عنها، يعني ستفكر بعد الصلاة أنك ستأخذ حوائج البيت وتشتري لزوجتك وأولادك، ونيتك أن تقوم عليهم وتنال الأجر الموعود وأن تحسن إلى أهلك وتكون في عشرتك، صحيح هذه فضائل ولها أجر في الآخرة، لكن التفكير فيها داخل الصلاة أجنبي عن الصلاة، فيدخل في حديث النفس الذي يفوت على صاحبه الأجر الموعود في الحديث. نعم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال: وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة. مع كونها قربة وهو خليفة رضي الله عنه، لكنها من الخواطر الأجنبية عن الصلاة. فعل عمر رضي الله عنه استدل به على أن ذلك مما لا تبطل به الصلاة، لكن هل هو مما يخرج عن هذا الحديث وأمثاله التي يتجرد فيها المرء لصلاته؟ الراجح والظاهر نعم. الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس عشر: قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر. هذه الفائدة الأخيرة في شرح حديث الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي أو مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في عموم، أين هو؟ أين العموم؟ ما اسم الموصول؟ الاسم الموصول، يعني كل شيء تقدم من ذنبه قبل صلاته هذه، فيدخل في ذلك الصغائر والكبائر. فلماذا قال الفقهاء هذا مخصوص بالصغائر فقط؟ لماذا قال الفقهاء الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بها؟ ليس هنا فقط، كل ما ورد في الذنوب والسيئات التي تكفرها الأعمال الصالحة قيدوها بالصغائر. لما؟ هذا كلام المصنف هنا. نعم. وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع. شوف، لما يقول وكأن، ليس جزما من الشارح رحمه الله تعالى في تقرير هذا الجواب، وكأنه يشير إلى أن للمناقشة مجالا. نعم. وكأن، قال: وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أين القيد؟ ما اجتنبت الكبائر، فجعل كفارة الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان في كل عام
هذه كفارات يومية وأسبوعية وسنوية، الصلوات الخمس يومية، والجمعة إلى الجمعة أسبوعية، ورمضان وإلى رمضان سنوية. الحديث واضح وصريح في أنه مقيد بالصغائر فقط، لأنه قال ما اجتنبت الكبائر، فجعل القيد في الحديث لترتب الثواب مخصوصا باجتناب الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر حصل لك تكفير السيئات والصغائر بهذه الأعمال الصالحة، فكان هذا دليلا. السؤال: الحديث هذا خاص بما ذكر فيه الصلوات والجمعة ورمضان، فلماذا نسحبها إلى الوضوء وصلاة ركعتين؟ قال: فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها، جعلوها قاعدة أن كل ما جاء فيه النص الشرعي بثواب عمل صالح فيه تكفير للسيئات يكون محمولا على الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج توبة. استدلوا في ذلك بأدلة، منها أن بعض النصوص دلت على أن الكبائر مشروطة بالتوبة، مثل آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال: فلو كان لها تكفير غير التوبة لذكره في الآية. ومما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص يقيد مغفرة الذنوب بالطاعات ويقول ما اجتنبت الكبائر، مثل حديثنا هذا الصلوات الخمس، فدل على أنها لا تكفر الكبائر بل تحتاج إلى توبة. ودلت الآية أيضا على أنها لا تكفر الطاعات صغائر الذنوب إلا بشرط اجتناب الكبائر. إذن عندنا قضيتان: الأولى أن الذنوب الصغائر لا تكفرها الطاعة إلا بشرط اجتناب الكبائر، والقضية الثانية أن الذنوب الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة. طيب، مثل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السؤال: الذي يكفر السيئات الصغائر اجتناب الكبائر أو فعل الحسنات؟ الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، فهل مجرد اجتناب الكبيرة يكفر السيئات؟ الجواب نعم، استلزاما، لأن مجتنب الكبيرة هو بالضرورة مقبل على الطاعة، يجاهد نفسه في طريقه، فيحصل له تكفير السيئات طالما اجتنب الكبائر. ومثله أيضا ما نحن فيه من حديث الصلوات الخمس الذي أخرجه مسلم وغيره، ومنه أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذن قول المصنف وكأن المستند في ذلك إلى آخر ما قال. ليش قال وكأن؟ قلت لك يشير إلى أن للمناقشة هنا مجالا. قال: جعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. وجه المناقشة شيئان: الشيء الأول قاعدة تقييد المطلق محمولة على أي حال؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ في صورة باتفاق وهو اتحاد السبب والحكم، في الصورة الأخرى التي وقع فيها الخلاف إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أو العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم كما في الكفارات وفي كفارة الظهار مثلا. هنا كما يقول الصنعاني الاختلاف أوضح من الشمس ولا سبيل إلى القياس. يعني هل ستقيس الوضوء صلاة الركعتين على رمضان وعلى الجمعة إلى الجمعة وعلى الصلوات الخمس؟ لا سبيل إلى القياس. ومدخل آخر في النقاش وهو أنك عندما تقول هذه الحسنات التي ترتبت بثواب ركعتين بعد وضوء مشابه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قدر من الحسنات كان كفيلا بمغفرة ما تقدم من ذنوبك، مقادير الطاعات هذه لا يعلمها إلا الله، فهل من مانع أن يكون هذا العلم الغيبي الذي استأثر الله به أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر أيضا، وهي طاعة كما ورد في الحج: يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن كان من العلماء من قال إن ذلك أيضا مخصوص بالصغائر، لكن ظاهر الحديث يقتضي التكفير المطلق،
قال: وأيضا مما لم يقيد به كما ورد في المريض أنه لا يزال به البلاء حتى يتركه يمشي وليس عليه خطيئة. يقول الصنعاني: فحمل هذه المطلقات في مثل الحج مثل كفارة المبتلى حتى يتركه يمشي وما عليه خطية، قال: حملها على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا علمت تساويهما في قدر الجزاء عند الله. قال: هذا لا يعلم إلا بإعلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول: يجوز أن يكون بعض الطاعات فيه من القدر في الكرامة من الله لأصحابه ما يكفر به الكبائر، فلا يتم اضطراد القاعدة بحمل المطلق على المقيد. ولهذا قال: وكأن. أخيرا ختم الصنعاني بفائدة قوله أن الحديث الذي قيد الفضيلة باجتناب الكبائر الصلوات الخمس رمضان وإلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مع قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يترتب فيه إشكال، لأن التكفير للصغائر هل هو بالطاعة وترك الكبائر يكون شرط، أم يكون بمجرد اجتناب الكبائر يحصل التكفير؟ يقول: فيه بحث إن أردته تجده عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع من فتح الباري، ذكره في غير ما مرة قرر فيها تقريرا لطيفا جمع فيه بين ما تدل عليه الآية الكريمة وما تدل عليه الأحاديث من جنسه. تم كلام الشارح رحمه الله، ونختم المجلس بما جرت العادة به من الوقوف على اللفظ النبوي في الحديث، وهو قوله: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، ابتدأ الحديث بأداة الشرط من توضأ، وفيه تطبيقان أصوليان. أولهما أنه يفيد العموم لأنها من أدوات العموم، من بمعنى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، متعلما أو جاهلا، كل من فعل هذا يدخل فيه. والفائدة الثانية الشرطية، من تدل على الشرط، بمعنى أنه لا يترتب جواب الشرط المذكور في الحديث إلا بحصول فعل الشرط، والفعل هنا أمران: توضأ ثم صلى، وتقدم كلام المصنف فيه. قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي، ومر بك نحو ومثل والمعنى فيهما. نحو وضوئي هذا، اسم إشارة ويفيد التعيين، وحصل التعيين بوضوء عثمان رضي الله عنه أمام أصحابه، وهو يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهو يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا، فأفاد التعيين أيضا على التحديد. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين، ثم تدل على الترتيب كما تقدم. صلى ركعتين، ركعتين هنا جاءت نكرة في سياق الإثبات، لا تقل لي في سياق الشرط، سياق الشرط توجه إلى توضأ، من توضأ، ويدخل فيه كان وضوءا واجبا لرفع حدث أو وضوءا مستحبا لتجديد الطهارة، يعني يدخل فيه من كان على طهارة فتوضأ ومن كان محدثا فتوضأ. لكن ثم صلى ركعتين، ركعتين هنا نكرة في سياق الإثبات صلى، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، والمطلق خاص، يعني أي ركعتين يصليهما يصدق عليهما أنه ينال به ذلك الأجر إذا طبق الشرط. ما الشرط؟ وضوء مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هل يدخل في هذا ركعتين تحية مسجد؟ نعم. ركعتين ضحى، ركعتين فريضة فجر، ركعتين قيام ليل، ركعتين استخارة، كله يدخل. ليس على العموم يعني أن يصلي كل تلك الركعات، بل أي ركعتين. ولهذا قال الفقهاء: يستوي في ذلك أن تكون ركعتا فريضة أو تكون ركعتا نافلة، والدلالة على هذا الإطلاق، ثم صلى ركعتين، فهي نكرة في سياق الإثبات تصدق بأي ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحدث فيهما نفسه، هذا قيد، وتقدم استيفاء في كلام الشارح المعنى، لكنه لا ينال الأجر إلا بهذا القيد، صلاة ركعتين لا يتم فيهما تحديث المرء نفسه.
لو قال لا يحدث فيهما نفسا لكانت تدل على العموم، يعني لا يحدث أي نفس، فلما قال نفسه فيها تقييد وفيها إضافة النفس إلى الضمير، فصار لا يحدث فيهما نفسه يقصد المكلف، فأي امرئ صلى فإنه مشمول بالحديث، لأن المقصود تحديث المرء لنفسه. قوله غفر، هذا هو جواب الشرط، من فعل كذا وكذا غفر له. فهذا الجواب في الحديث مرتب على الشرط المتقدم بالفعلين المذكورين آنفا. وبني هنا الفعل إلى ما لم يسمى فاعله، غفر له، والغافر الله جل جلاله. فلماذا يؤتى في مثل هذا السياق؟ هذا ليست يعني من التطبيقات الأصولية لكنها للفائدة. لماذا يؤتى بالفعل في مثل هذا السياق منسوبا إلى ما لم يسمى فاعله؟ ما النكتة مثلا اللغوية أو الفائدة البلاغية عوضا عن أن يقول غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ ولا يغفر الذنوب إلا الله، فلماذا لم يبنى الفعل أو ينسب الفعل إلى الذات الإلهية صريحا بالبناء للمعلوم؟ غفر له، ليش ما قال غفر الله له؟ ما فائدة هذا؟ ما يعني ما أثره أو ما لطيفته؟ طيب، قد يكون من المناسب أن نجعل هذا واجبا للقاء القادم، البحث عن النكتة البلاغية، يعني ما الأثر، ما الفائدة اللغوية اللطيفة فيه، مع إمكان أن يقول غفر الله له ما تقدم. قوله ما تقدم أداة عموم، أين هي؟ ما، فيحصل الغفران لكل ذنب تقدم، من أين جئنا بالعموم؟ ما. طيب، ولما حمل العلماء هذا العموم على الصغائر، هو تخصيص صح؟ كيف تحمل العام على شيء من أفراده؟ كيف تخصصه إلا بقرينة؟ السؤال أين المخصص؟ نعم، القرائن التي ذكروها، ما جعلوه أصلا مستفادا من النصوص الأخرى. لك في هذا طريقان، إذا قيل لك الحديث عموم غفر له ما تقدم، فأين المخصص الذي استند إليه العلماء في تخصيص الحديث بالصغائر دون الكبائر؟ لك جوابان. الجواب الأول أن تقول القاعدة التي تقررت من مجموع النصوص الشرعية الأخرى، مثل إن تجتنبوا كبائر الصلوات الخمس وغيرها وحديث آية الفرقان، أن مجموع النصوص تقررت به قاعدة في الشريعة أن الطاعات والحسنات التي يكفر الله بها السيئات إنما تتناول السيئات والذنوب الصغائر دون الكبائر. ومن مما استدل به على تقرير هذه القاعدة اشتراط التوبة من الكبائر أيضا في بعض النصوص. الطريق الثاني أن تقول ما ذكره المصنف، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الذي جاء مقيدا بقوله ما اجتنبت الكبائر، مقيد حمل عليه الإطلاق الوارد في هذا الحديث وأمثاله، فهو من باب حمل المطلق على المقيد. وسمعت أيضا جواب الأئمة كالصنعاني رحمه الله على هذا، أنه لا يستقيم، إنما هو جواب عما عمل به الفقهاء في تخصيص عموم هذا الحديث، وبه تم ما يتعلق به من الفوائد والتطبيقات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.